ما الحكاية؟ مرحبا، هذه ما الحكاية على اي اف ام، واليوم باش نمشيو لبن سيلفيا في الامريك. يونيفرسيتي كارنجي ميلون اخترعوا صباط اخضر ويشعل بالضوء وسميوه بيوسول. شكرا الحكاية عاد. ها نحن في تونس اخترعنا صباط احمر ويشعل بالضوء وسميناه ويكاند. وبيوسول هذا الصباط الامريكاني ما زاد علينا حتى شيء، جوست اللي هو كي تمشي به ثلاثة خطوات يعرف ليدونتيتي نتاع العبد اللي لابسه، ويزيد ينجم يفطن بالامراض حسب خطوة العبد. يا ويلي عاد، حتى احنا في تونس من ريحة الصباط النجم نطلع شكون بالعائلة لبسه لنا. الحكاية من الامريك نمشيو للصين، وين فما واحد حار اش باش يهدي لصديقته في عيد ميلادها وهو ما في حالوش، قرر باش يصنع لها هو الكادو. مشى لمش حاجته من الماتريال وفي 10 ايام مدلها الهدية. اش تنجم تكون؟ عروسة قصبة؟ لا، هذا واحد تونسي نعرف عملها. خزينة؟ لا مش نجا. هذايا صنع لها ايباد عامله وحده كيما راه عندكم ان شاء الله. ما الحكاية اليوم وفات، وحتى لي نرجع لكم غدوة سيسر ويحكم. ما الحكاية؟ ما الحكاية؟